مرحبا بكم جميعا. الزواج هو عماد بناء الأسرة الصالحة، والأسرة هي التي تبني المجتمع. في هذا البودكاست سأقدم لكم مجموعة من قصص واقعية عن الزواج، قصص جميلة للغاية راجية أن تنال إعجابكم وللتغيير. أولا قصة الفتاة والقرآن. في أحد الأيام تقدم شاب لخطبة أحد الفتيات، وأثناء المقابلة بين الأسرتين سألت الفتاة الشاب كم جزءا من أجزاء القرآن الكريم تحفظ. أجاب الشاب: لا أحفظ أي جزء، ولكن لدي رغبة شديدة لحفظ القرآن الكريم. وأكمل الشاب حديثه وسألها: كم جزءا من القرآن الكريم تحفظين؟ فأجابت الفتاة على الفور: أحفظ فقط جزء عم. ولما انتهت المقابلة قالت الفتاة لوالدها أنها موافقة على الزواج من ذلك الشاب، وقالت لأبيها أن الشاب كان صادقا في إجابته معها، وأحست بالإيمان يملأ قلبه. ولما تم الزواج طلبت العروس من عريسها أن يحفظها جميع صور القرآن الكريم. وافق الشاب على طلب عروسه. بدأ العريس وعروسه بحفظ القرآن الكريم حتى أتم حفظه. وبينما كان الشاب وعروسه يزوران بيت أسرتها، أخبر الشاب والد زوجته بإنجازهما في حفظ القرآن الكريم، وقالت له: لقد حفظت ابنتك أخيرا القرآن الكريم كاملا. لكن والد الفتاة سكت وقام وعاد بعد لحظات ومعه شهادات تثبت حفظها لكامل القرآن الكريم قبل الزواج. ففهم الزوج أن زوجته لم ترد أن تجرحه بما تحفظه من القرآن الكريم، فهي زوجة صالحة بحق. الرواية الثانية أو البودكاست الثاني: زوجة من الصالحات. سأل رجل أحد الشيوخ يوما: كيف حالك مع زوجتك؟ أجاب الشيخ: أنا متزوج من 20 عاما ولم أغضب يوما من زوجتي. تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال له: كيف هذا أيها الشيخ؟ رد الشيخ وقال: منذ أن تزوجت وزوجتي رأيت فيها جمالا لا مثيل له، فقلت: لابد أن أصلي ركعتي شكر لله، فوجدتني أصلي وهي بجانبي. ولما سألته زوجته بعد أن انتهيا من الصلاة عما يحب ويكره، فسرد لها طباعه. وسألته الزوج عن أهلها وزيارتهم لها، فقال لها: أحب أن يداوم أهلك على زيارتنا. ولما سألته عن جيرانه أجاب أن هناك جيرانا صالحين وآخرين طالحين لا يريدهم أن يزوروه في بيته. وقال الشيخ: مرت أعوام وأعوام ونحن على هذه الحال، أرى فقط منها كل خير ومحبة. ولما عدت يوما لبيتي وجدت والدة زوجتي في بيتنا، وسألتني والدة زوجتي عن ابنتها، فأكدت لها أن ابنتها زوجة صالحة والله. فقالت له والدة زوجتي: قمها إذن يا بني، رأيت منها تقصيرا، وها نحن الآن بعد 20 عاما لا أشكو أبدا من زوجتي وتوأم روحي. القصة الثالثة: تزوجت فتاة وشاب زواج صالونات. وبعد الزفاف وأثناء ليلة الزفاف نام الشاب والفتاة في مكان بعيد عن بعضهما في غرفة الفندق التي حجزت لهما لقضاء ليلة الزفاف. ولما أذن المؤذن لصلاة الفجر قامت الفتاة للوضوء والصلاة. ولما طلع الصباح قام الشاب من الأريكة التي نام عليها طوال الليل وطلب وجبة الإفطار له وللفتاة. وأثناء تناول وجبة الإفطار قال الشاب للفتاة: أنا لا أريد أن أظلمك أكثر من هذا، أنت لست من اختياري وأنا كنت أريد الزواج من فتاة أخرى. بكت الفتاة وخافت الفضيحة وأن يتكلم الناس عليها إذا طلقها ليلة الزفاف. طلبت منه أن تبقى زوجته فقط لمدة 3 أشهر ثم يطلقها. اقتنع بكلامها خوفا عليها وعلى سمعتها وإشفاقا منه عليها،
ولما وصل منزلهما الزوجي نام كل منهما في غرفة بعيدة عن الآخر. مرت الأيام وهي تهتم بكل شيء يخصه من طعام وتنظيف البيت وغسيل الملابس لهذا الشاب. ولما انتهت المدة المحددة أي 3 أشهر ذكرت الفتاة الشاب أن يجب عليه أن يطلقها ويعيدها لمنزل أسرتها. فحزن الشاب وبكى وقال لها أنه يحبه ولا تتركه. وهنا قالت الفتاة لزوجها: أنا أحبك أيضا، وكنت أنتظر منك هذه الكلمة منذ 3 أشهر طويلة.